يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في ظل ضعف الإيمان عند كثير من الناس في هذا الزمان، ما هو وضع قبول اليمين، خصوصا ما ذكر من أنه من حلف له بالله فليرضى؟ وهل في عدم القبول باليمين بعد أدائها، هل في عدم القبول يكون إثم؟ من حلف له بالله فليرضى، قالوا هذا عند القاضي، إذا لم يكن عند المدعي بينة فإن له اليمين على خصمه، إذا حلف فليرضى بذلك، هذا عند التقاضي. نعم.